بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في اكزامبل جديد على نفس الفكر بتاع الاوبريتور اوفرلودنج. هل يا ترى نقدر نعمل اللي هي ان احنا نعمل بلس بلس والماينس ماينس، هل نقدر نشتغلهم؟ هل نقدر نعمل لهم اوفرلودنج؟ نفس الفكره نقدر نعمل لهم دوت، نقدر نخلي الفكره تثبت في دماغنا اكتر. انا هعمل برضو كلاس اللي اسمه بوينت تاني، واللي هو كان بياخد اكس بزيرو وهديله واي ب 10 مثلا كبرايمري كونستراكتور. يعني اعمله بس جوه باكج، عشان كلمه بوينت كنا عملناه قبل كده او الكلاس ده كان متعرف قبل كده، فاعمله جوه باكج مختلفه. فاعرف نيو باكج واديها مثلا النيم النيو بوينتس مثلا النقط الجديده، وجوه الكلاس دوت كل اللي هعمله ان انا عاوز اعمل اوبريتور اوفرلودنج. فاعمل اوبريتور وفانكشن وهعمل دي اي سي، بس مجرد اللي هي ايه ديسندنج، اللي هي بتعمل يعني بالديكريز اللي هي ماينس ماينس يعني. وقلت ايه الفانكشن دي بوينت، ومتعامل ايه لما تحصل هعمل الاكس هتنقص واحد والواي هتنقص واحد. يعني عملت ماينس ماينس للاكس وماينس ماينس للواي، بس عادي جدا. وان انا ازود اللي انا انكريز، ان انا ازود هعمل ايه اللي هي بلس بلس هتبقى بزود واحد، والماينس ماينس والواي هتبقى برضو بلس بلس، يبقى بلس بلس للواي وبلس بلس للايه للاكس. ده عمره كان هيحصل يا شباب اوتوماتيك، لان البلس بلس والماينس متظبطين على انتجر بس، او على دبل او على فلوت او كده، يعني متظبطين على نمبرز. لكن النقطه البوينت بالنسبه لي تو نمبرز اكس واي، فانا اللي عايز اظبط الشغل بتاعي. وبناء عليه جينا في الفانكشن اللي اسمها مين، عرفت فار بي بيساوي نيو بوينت واديتها 33 واديتها سالب 87، ومتعامل بقى ايه ماينس ماينس للبي، وبعد كده اطبع قيمه البي. تعال نطبع قيمه مين البي ذات نفسها، فاقول له بوينت ايكوال وافتح قوسين، وتعالى نعمل ايه ننادي على البي دوت اكس والبي دوت واي، بس نعمل ما بينهم كوما كده عشان بس شكل التنسيق قوس، وبعد كده بي دوت اكس كوما، وبعد كده نعمل نفس الكلام نفس الشكل تاني بي دوت واي عشان يطبع كده في شكل قوسين يعني. يبقى بوينت بتساوي الكلام ده كله، وتعال ناخد منها كابي، وهعمل بعد كده بلس بلس بي عشان ارجعهم تاني زي ما كانوا واعمل بيست. فانا المفروض لما نقص الارقام بتاعتي يبقى 33 تنقص 1 تبقى 32، وسالب 87 تبقى 88، ويرجعوا تاني بالظبط. بوينت بقى بيساوي 32 سالب 88، وفي زياده جت 33 وايه وسالب 87 زي ما كانت. بالشكل ده نعمل نفس طبعا القصه، تقدر تعملها مع كل الاوبريتورز اللي انت عايزها، بس احنا كده جربنا بما فيه الكفايه في الاوبريتور اوفرلودنج.